الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو ابن العاص عن عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين بالدارسين بإقرائهم أصول المتون، خاصة متون حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، ليفوزوا بساعات العجل والأجل. وهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة وكتاب من مجالس قراءة وشرح كتاب الأربعين النووية في ليلته الرابعة ضمن سلسلة دروس في الحديث النبوي الشريف، بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين. يسر الله تعالى الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. آمين آمين آمين. مجلس كان عاوى ومجلس كي أفراد مجالس شرحة هي دول مركة عن دول مرين إن شاء الله عز وجل حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قونيهان كتاب على الأربعون النووية وسدح مجلسها هنا صهر مرتي حنك بالله بدنا إن شاء الله تعالى حديثك سغالي التمنات الحديث التاسع عشر حديثك سغالي التمنات عن أبي العباس عباس أبيه وحالك وريي أما قراءة يومذينا إن شاء الله. أول شيء عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث التاسع عشر حديث سغالي التبنات عن أبي العباس عباس أبيه وحال قوريي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحبر الأمة وترجمان القرآن ومدى مفتقي ذويا ومدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرآن كان ترجمه سويا قفك ترجمي والله قد ضمي ويا بشهادة عمر وبشهادة جمع من جلساء عمر. عمر رضي الله تعالى عنه أي أقري كذبنا رقي عمر لت الإنجري ولف الإنجري ورقي ولبع علساءها المهاجرون والأنصارنا ويقري مويان واتي أي لبسدين إن لجوق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه لفر يستأسر ويل يرى إنه لجوق مركة محوها إنت صدي الله المهاجرون والأنصار القدامى رقي هرى السابقون الأولون أدعو لبسدين ولبوح لك لكتان إلما أما لن يرى أساق لدعا هنا ليه هنا مانتو وهل كان إيمان كره كذبنا سؤال ويدي يجي سؤال شيء يجي ويدي وقعد كاتينك جوابا سؤال شيء من لم يدعي مركا سجى ويدي سجى كجواب رضي الله تعالى عنه عنهما جميعا هل كان سمركو حلوة ترى إنه يهي ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس وحولي رضي الله عنهما قال وحولي كنت حانا خلف النبي نبي يعني حواها دبس عدي أما با وحلا صارنا الله وضعه معنا وصحمي كرته إنه النبي أما فرس لصارنا أما دمير لصارنا أما دابك لصارنا وتكدم بإساس وصورة قال رد فأوها رد فالنبي صلى الله عليه وسلم وصورة قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم دبس عدي الله وضعه صورة قال كنت وحانا خلف النبي نبي يعني كدم بي صلى الله عليه وسلم يوما مان فقال وفير نبي قال يا غلام ويلو إني أنا أعلمك عن كبرى يا كلمات دور كلمة أما طور هذا أما طور إري أيام كبرية احفظ الله
إلهي حفظي أو إلالي يحفظك هكو إلالية حدود الله إلالي واجباتك الله إلالي إلهي أوامركيس إلالي إلهي هكو إلالي سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك احفظ الله الله حفظي تجده الله حتى كليسة تجاهك هورطة ضيات كليسة الله دي الحدودي سحفظي سيد ودوامركي سحفظي سيد الله نصري جيسي إقرقار كيسي إتوفيق ديسي أياد طلابك الصوت قادي ملك سوجست كيري سويا إذا سألت ذي أدو حويدي سنيس أو إن أدو حويدي ست أي نقطة محوها وحن بلقت فاسأل الله على ويدي س وإذا استعمت ذي أكالما إن طلبت أي نقطة فاستعن بالله الله ككالما طلب وعلم حنو قاتا أن الأمة أمدة أو أن لو اجتمعت ذي أي كلانتا لما أنت يدوي كلانتا على أن يضروك إنك كوديبان أما كوديبان على أن يضروك إنك كوديبان بشيء شيء كوديبان على أن ينفعوك إنك وأنفعان على أن ينفعوك وأعلم حذقة أن الأمة أمة ضن لو اجتمعت هذه أي كلنت ويسوتكت على أن ينفعوك إنك كتارتان إنك كتارتان بشيء وحن لم ينفعوك كما تران كران إلا بشيء شيء أوه. قد كتبه الله لك الله أكو قري هذه أمضى لنا إيسو تكت أو أوسن قف كهرين إن أي كوب كان بياكو سيانا أي محوها أي كو تشتان كوب كاس بياكو مسين كران إنو إلهي سبحانه وتعالى كو قري موين حكايا بنت عيادا تاوى إيمانك صميمك سوا إنت سقف إلا وكآمنة إيمانك سكامل من قني واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك إيمانك مركز روح نقريا متكاملة كو ولو اجتمعوا هدي كل من وإن اجتمعوا هدي كل من على أن يضروك إن يكون دبان بشيء شيء شيء يكون دبان أيضا معنا لم يضروك كبدي بكرم بشيء شيء إلا بشيء لم يضروك كبدي بكرم إلا بشيء شيء قد كتبه الله عليك إلهي سبحانه وتعالى وكو قري إلهي سبحانه وتعالى وكو قري رفعت الأقلام قلنك وحلو قري كرب الله قاضي وميشي لو قري والله قاضي وجفت الصحف حاشوينك وحلو قرينا وينققين وترترتان دنبا وعلماتي قلن قرال دمان وعلماتي ساسو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي حديث إمام الترمذي أيه وريي وقال وحيو الترمذي حديث وحديث حسن صحيح إمام الترمذي هدوء كل من يمرك حديث كان وحسن وأنا صحيح معنى هذا محيط حنصومرني حسن كإنو يهي حديث صحيحة وهل شرطي وايي شرطي قصر محوها نعم هل كالشرطي ولا واي محوها نعم تمام الضبط وأخف الضبط ما يهمك وهذه حفظي ضبط جيسي حفظي جيسي أنه ضمد يرى دبع سن ونسيدي للربيع أنا نهين حديث حسن كواكا كي صحيحين وكي محوها وها تام الضبط مركب حكجر بعماشا حديث حسن صحيح معنى هذا ما يتمرك حديث كوا صحيح وشروطي سي حضا حبط كما دينا وانا محوها حسن وحاوين خفيف الضبط ويان معناها ساس ونقوني يا صمى معناها سمرك محوية إذا قال الإمام الترمذي إمام الترمذي هدو هلك إلى هذا وحاويا علماء الحديث أم علماء علوم الحديث أم علماء مصطلح الحديث معناها لو لجد أدبس كو قبطين معناها أقول راجح سن أما معاني ذو حكمت عفوا صحيح عند قوم حسن عند قوم ذاتك قاركوت في محوها محدثين تقار أكثر حكي حديث كان حديث حسن قارن حكي هاي صحيح حكي هاي أو صحيح بطريق وحسن بطريق آخر طرق دي حديث الجوري طريق طريق نقرا صحيحة ولما رجيت أي ضابطينهن طريقنا وحوايا نقرا طريق حسن وما إلى ذلك مركع معاني تقريبا لسودوين كرتازا كمدة وفي رواية الروايات أو غير الترمذي ترمذي أوسا ورينين النبي قال وحليه صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله إلهي حفظ تجده إلهي واتكه ليسا
أمامك هرتاد أياد كهليسا ويا هرتاد أياد كهليسا وح الله وح أطلب قاد إلهي بكو كالمين إلهي بكو لقبري إلهي بكو لتيسيرين إلهي بكو وافجني مرك إلهي دي أكفد حدود ديسا إلهي بقرب كهذا قلي تعرف أقاو أبرا قل له شيء إلى الله ألا وين سبحانه وتعالى في الرخاء في حالة الرخاء وقتك برواقضك وجرت إلهي سبحانه وتعالى براء وإلهي له حرير وإلهي سبحانه وتعالى له شيء وإلهي سبحانه وتعالى مركي سقاضاء وحدودي سكفه في الشد يعرفك ربي هكو قرته في الشدة مركض مصيبة يعليس كل عضا هكو قرته برواقضة وعافماتك برواقضة وأمنك برواقضة وحولها برواقضة وحويان وأمدي ودكت هذا معنى كلاذا برواقضة وتوفيض برواقضة استرادة بمكو إله سبحانه وتعالى كله برواقضة ودائري ذي لفتك هذا إن الدائر يا والنعم هذا وين حلقية برق الدائر تا ما أنت إن الدائر لماذا إيو الشباب لماذا أي هذا أقول المعنى هذا أيوه كان شيء إسكال طبيعي ولا سيي قبو قان وهذا أفقي هاي وعليه وما أركان إن النعمة وين تاني لكن فعلا أضياش الويدي كراسة يكون تكنيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ساسي هذا لسان حاله حقيق والنعمة لا يرني ماذا هذه أدسكو إلى لسما والعفمات جرك هذا إلى لسما والدين هذا إلى لسما ودير حدود إلى لسما كذا وين أتربوك إلى لنا نن حلقة وريا سلف كمدة أي مركب وكسو دولة مركب أي صوحرتي كدبنا لا يرضي مركب كده أنت ير محوها ترتيب صدرنا أي كسو دقيار إذا كان أنتو سوبو ذي يروكو صلاعي وأسديت سنة طلبة محوها سقاش سنين جاري أما كوين به مركب سالي روحي بلا واسدين الله فهذه أولي بتعبانة أي داء دا هذا هل كان أي جوكتا أي أدبان توحا سمينا إساء واسدة رقيا رأي حتى يسوط ريان مركز سوير تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر حمناها نقدر كيسا مركا أي مركا دائي ريني أيان إلى لني والمعاصي الله سبحانه وتعالى كي إلى لني حمانك إلى لني أوامرت ألا كفو لني وعليه مكا وينا ربي النفف دي مركا إنا يجبت أما لبس وقارك ما بقى إساس ولي مركا حانك لجو ذا إن حتى روح رخاق وحكم الدائي ردا كمد دا يريد المانتي نعمت أنا هاي سنة أو مرتوا ولا دمانيس مرتوا ما أنتوا حاصلة ذا الركع مسوي بحين ولي ويان ودا يرتاي لكن إن يربو دا يرتوا من سنة كذي بدي أنوش خلاص وأستسيل مركا وفرصة أدو في عن مركا نعمة ذا صار قد كجرت إله حسوس سبحانه وتعالى يعرف في الشدة وعلى محادقته أنما أخطأك وحك جفه أنك قد عن لم يكن مأهين ليصيبك إنك قد عم مأهين وحي كوقفة رجح بالغوص وطري حبض بالغوص وطري داقت بالغد دعت بابور بالرقمي ليبكو مجرنا ذيك وحي يبقى لغو مقدناتكو إيه كوقد عن أبدا وأنما أصابك وحي كوقد عي أما حانون هالنقضة أما بفقري هالنقضة أما بناوع هالنقضة أما ديبات هالنقضة وحي كوقد عينا لم يكن مأهين ليخطئك ميت كوقفة مأهين وليكو مقفين أبدا وحكو قرناء وكوقد على الهواء لابد وعلم حاذقات أن النصر قرقارنا وحاذ لصعد وكل فاقا مع الصبر الصبر هذه مربى صبر له لا قرقرنا وإيمانا إن شاء الله وأن الفرج فرج يفضذين يفيدتان كربدتك لك فيدنا مع الكرب هذه كرب كرب أي تماد وليس أي ماد وحد بصعد والله صعد إن حواء فرج الهلو فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا علماء اللغة سيدوك كسر نغلنا محواء الإمام النووي عليه رحمة الله وحليه إلهه سبحانه وتعالى فإن مع العسر ومعرف العسر يسرا ومنكر إن مع العسر ومعرف يسرا ومنكر معرفة هذه الوجه لسؤالي مك إذا تعددت أو كررت المعرفة مرتين فتعيد هل شيء فائديسا هل شيء فائدينيسا لكنك ردي هذه الوجه لسؤالي مد البقوني فإن مع العسر يسرا إن مع العسر كي هراء أشي عهد أحشان دمو عهدية عسري هراء وحال جري يسرا مركا لن يغلب العسرين يسر أبدا حديث ضعيفة أي معنيس كسؤال روريويا لكن أهل اللغة أي أرنت أيضا قماويا مركا هدي مربا مركا كرباء هذا ركتو سوغم حواي فرج إن شاء الله عز وجل أنت هذا أنجوك لبضان سنة والله يسير هذا نسوي جاهي الحمد لله واتقرني سان
oo waliba dilay raadi muulikati khalas umada wa udhamat maanta alhamdulillah dabashana martay ni'mal gujra soma wa hakada culays kasta marka fudayd ba marka la socdo insha Allah azza wa jalla wa anna ma'al usri yusran culays kasta fudayd ba la jira wayan hadithka marka wa hadith azim alqadr jalilihi ad wa qadar way ad ulus kashakaina qofka inu ilahi subhanahu wa ta'ala xirdi khaasatan raga daayirta النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضياش دردارك لو مدر دارمي أضياش لو مدر دارمي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ويلكاسير والنبي قال لسه عضي والله يا منو سنغان قارين أيال يري يا غلام إني وعلم كلماتهم احفظ الله يحفظك مركع رنت عيضا لطيفو حكو جرتا لأن يرضى إن لو بهي إني الله حفظيان سبحانه وتعالى سيقول قول إستان نعم بضا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حكم ده وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل مركا كل حديث كوكا حديث كلباتنات الحديث العشرون عن أبي مسعود وحاله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري عن أبي مسعود وحاله عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال وحيي عقبة قال رسول الله رسولك الوحيي صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس دتك وحا أي سوء قارين وحا كمدة ومن كلام النبوة نبي النمذي هذا الكيد كمدة الأولى إيه الرئيسي إذا لم تستحي هذا الحشونين فاصنع وحات سميثا ما شئت وح الله وحى الدونت سميوين رواه البخاري إمام البخاري حديث كان وريي حديث كان وحكشا كينا يا حياة وحكشا كينا يا هذا لقصو قوريي أنبياء ذي هراء لقصو قوريي وحكشا كينا يا قفك حدوسا الله سبحانه وتعالى كحشون بوسكو استاغا يكشكينا مركا إن مما أدرك الناس قبلها جزاكم الله خيرا عدك أكاذي هوسو أسود دقي مركا عدك قبلها عدك أكاذي جزاكم الله خيرا هوسو أسود دقي عدك مركا هلا جوجي أما هلا قابي مركا أم بيدي هرأ حيابه لقصو قاري waxa kamid ah nabuwadaas marka laba boo noqon karta waa anbiyaada hore dhan hadalladii anbiyaada laga soo naqliyay oo kadibna ummadan soo gaartay waxa kamid ah waa noqon karta waxa kamid ah ayana noqon karta inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula nubuwada nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadal laga soo gaaray oo laga soo guuriyay waxa kamid ah waa noqon karta لكن أصل قصيدة إن بدل مفسرين حديثك أما شارحين إليهين وعام ووحو مدى النبي محمد كهري صلى الله عليه وسلم النبي ياشهر وحيابا لغا سوكوريي أو مدى سوكاري وحيابا أيغان وبدين لا شك إسرائيليات كمدة وحاكمد وحبضا أو قرآن كان كجرة والنبي ياشهر لغا سو نقلي وحاكمد أبونا إبراهيم عليه السلام مركو النبي كان لكل صلى الله عليه وسلم إن أشياء تلالك لقلت على جنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ووحق لقصه النقلية أنبياء ذهره مركا إن مما أدرك الناس ذاتك وحا يسوه قارين وحا كمدا إن ذات وحاوي أن خبر كذا إن ذات خبر كذا ومقدم مما أدرك الناس وحاوي الاسم كذا نمحن قنية إن مما أدرك الناس أو أهل النحو وحرّب خبرك ونهر مري اسم كانوا بها نبك اسم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ويامك ما قرأت ساسويا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وحاويا واسمك إن مؤخر وأنا جملة مركع أنبياء لما تروح على جسر قارقفك هدوس الحشونين إيه وحرب وصمينا وح الله وح الربا
سأحولكن هذا إذا لم تستحي فأسنع ما شئت أمر يا سيد الوسينا سيد الله أمر الوسينا أكل ولا هي هذا الحشيش محارب سامي تهديد بكجر وأنا قرنا إنسانه إن بدن وحشود كتكت ومدن أو حيا بحد أدى أنا هبون الله إيمانا يا حكود عي حشود كي خصلة صيا كما قال الحياء لا يأتي إلا بخير حشود سيدس الخير والله إيمانا مرك حشود كأنه شيء أذقيه هاي والحياء من الإيمان إيمان كأنه كمدي هاي النبي قلنا شيخ صلى الله عليه وسلم أرين تأيذ مرك أرين ومدى أن خاص كو أهماها ومدى هري وح عام وعي هاي قبدي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء نبي مسلم كأنه إيماني قبدي إن شعيب مرك أتمد أيضو أدو حشونيس إن أبي ليدعوك ليزيك أجر ما سقيت لنا أد بيحشونيس مرك حشوتك قفك دين لقوايا خلال الدين لما قد عيس معاصيك استوقفك ولا إيمانا مرك ولا إيمانا نحشو ضري ومباهيس أما سرها أسمي أو سيقونيها أسمي أما علانية سموغتها أسمي هذا سر أسمينا يوزن كحشوني نتغنى ربك أبوت سبحانه وتعالى فاقد الحياة لدى ربه قف عن ربك حشوني ويانا هدي أسيب الناس وكل سمينا أنا فاقد الحياة من خلقه خلقي الله يمرك حشوتك وكحشونك كذا ماذا مرك قفك هذا مربح ما الله إيمانه أما هالنقطة متقرصون أما من نقطة هالنقطة وحاول يوم قف حشو الله واه مرك وأرن تهديد يجودي أيك سبب ويا حديثك معنا كلام الله شجع لكن كاسن كي مرمينا الحديث الحادي والعشرون حديث كوي لباتناد عن أبي عمرو وقيل أبي عمرتة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم عن أبي عمرو أمر أبي وحال قوريي وقيل وحال أبي عمرة أبي عمرة من كاس وحال سوق خلافي والكيسة أبي عمرة ليرة هذا أي كن يديستا أو ويل بأوينا أبي عمرة أبي عمرة بل هجري أما به ما يقرب بأوي نذو حل هجر عمرته مركا عمر أبهد أما عمر أبيه الله بلاصي على سوء خلاف أرينا وحكو شيء جيسا رج الرواد أها وكوري حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أي سمين جرين أي سيد أي أود ذلك جرين حتى هدو شك قلب حيث بربر لقي جرين كين جرين لبض اللفظة اللبض إري ويكون شك يري مش كين جرين انت انا وتحري ذلك حتى حديث ما كان أبي عمرة أبي عمر حديث ما حديث ما هم مثل قيس وحوي وسند سفيان بن عبد الله ما قعنا ولا شيء دونه ما قعنا ولا شيء دونه مرة كارو حلاقي يا بقى انقف وسوي ديو أبي عمرة يا أبي عمر يا أبي محمد يا أبي علي يا أبي يوسف يا أبو العباس يا محمد عنها لو تبغى حد عكرته للتمييز سفيان بن عبد الله وحلاقي يا بقى إنه طبعاً سفيان بن عبد الله هجرة هذه أي جرار مركمت وحلو لا يقنا أبي عمرة من أبو يوسف من أبو العباس من أبو علي من أبو عبد الله وهكذا صاروا كرصاري للتفريق بين الأسامي المتفقة هي كم فوائد كن يدا لوكين القابط لوكين عن أبي عمرة وحال قوري عن أبي عمرو وحال قوري وقيل وحال أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال وحيل سفيان قلت حنا يا رسول الله زرت الله قل لي وحدي شكت أضيد هذا في الإسلام إسلام لماذا تحدد قولا أري أما هذا لا أسأل أنا ويدينين عنه هذا الكأساق أحدا قف وغيرك أذي كهريئا ويدينين قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة قل حتر هذا آمنت بالله إله بانهم أيي ثم استقيم كدبنا توصنو رواه مسلم باوري حديث كان وحديث آدوين آيات بدن وقرآن كان كم دهنا لا معنى تصين آية جامع من جوامع كلمة أقواله صلى الله عليه وآله وسلم نبقى أقواشي سا جامع هي يكمل ديها جوامع الكلمة كالسيي وتيت جوامع الكلمة جوامع الكلمة هي اللي سيي تقول هاي يكمل ديها وحال لا معنى قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت شد الغفر يتوصنو شيبتني هود وأخواتها مركة حكمدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحول لما عليه أنت وكسي عجائبا عملك صالحة وحوليها لبا الشرطي لبا الشرطي الإخلاص
والمتابعة الإخلاص وآمنت بالله متابعتنا فاستقم. لذلك الشيخ صالح العثيمين عليه رحمة الله مركو شرح أي حديث كان لطيفة أدو في عن بسؤروري وحولي هاي ضدك دين تبرتي أو ليه دين تبرتي برتينك عمل فلان وحالو يقنا ملتزم ساس الله يقنا هذا دي أدرالك عرفت تكتو أما حد رجع وذا ددوهم حواها هبل وملتزم يلا بها ساس لي لكن معناها سمعنا كتاب كسو أروري معها معنا السنة كسو أروري معها لكن سيدة سهد وإن لا إله ده ومستقيم هبل ومستقيم ملتزم حويها وان الدين تكون دقن سنة أي كم وقتا إله سبحانه وتعالى سيدة أي هيدو عابدة ساس أي ملتزم كي يولي جدا أي أقفت وصنو لكن معناها أساقه حكاها بونا يولي هاي إن لا إله ده قفك بدل كأديه لذا مستقيم أنه حانا هنا وودات فأبريق وذا دي ماذا لبلا قيس أو الاسكدر صمي سيدة نفتا معناها وذات كالي بضم بيكنس أنا قاعد أقول سنتين وذات وحلاوي قاني من يعرف دين الله عز وجل سوسمة وذات هذا لكن مصطلح عندما والله بعطيك أنا سنوال صدق في وذات وحلاوي قانا قفكي جرلة ومعوستة أم سروالك أم خميسك يرجعبيه صلواتك جماعة كنت كذا ولو خميس حرته ولو دين تيوس نقول ولا هاني سوسمة معنا سحمة من سحمة معنا وباللقيس لا باللقيس تي معنيه وذاتك أما معنيه مركا أرنت إذا صح ما لذلك وحلاقي ذلك عامضة مركا أركان قف كنوع عصينا يكون دك سومنا لقيا بس صح قف أسرع وجدك إلى ربيو مري لا شك ويثنى عليه والقوة أمانة يا وليبة لكن معناها أسرع وذات ملها هب لو وذات ما تسمع وذات وحوي وانك دين الله حمبارسن يقانه شيخه كن عمل فل نك سو ذات مركا قليها عرفتنا ملتزم أي لهن ملتزم إلى أن قوس أنا جرّم ملتزم معناه هذا وقف سكيرة آدموا وقف سكيرة آدموا إيه ما لهن شيء حتى عالم ما لهن قفكو ذلك ذلك هذا حد خليج كوكلة قفكو حلوله وطالب علم وأرضي علماء لأن هذا نهوين وهذا ودنك وحكت دكتا والله يقانو عام كأ وحي عرّم برجع وين مفتين تعنهين طالب علم الله معناه صيليه وطالب علم قف حلو حلو ساس الله يراده أما الدكتور نقو أما الشيخ مسجد وحكى أخي نقول أما فلان نقول رجع هذا عادي هو علماء وأنا علماء أقول قلنا أيجوا حين طالب علم لا شك علماء يهين لكن علماء يا مراتب عالمكم مرك أيجوا حيكو إطلاقان ويدوش كسران رجع آتك علولس ذاتك آتك أقانت في عنوله رجع هذا ودن كنا لقي قن هبل يهبل 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 ذات كوبن أكلة أي علماءكم مجا عبايا لكن طلبة علمي أو محوها طبقات أحدا طلعت علمي أي قنن مركم عاني ده سواء معنا في عن أو تسنى إسا قيمين لقيمين علمك يبوسك وجوه لكن هدي لي رودات هون بنا على جمر روح على وحي ماش جوه ودات باش واسكت درسمي سا مركم مركم عن كلام ريفان وباش عن درجات سمي سنة نعم الحديث الثاني والعشرون حديث كلباتني كوبات عن أبي عبد الله وحلق ورجال من عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا نبى سأله وحو عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الحديث الثاني والعشرون حديث كلباتنية لباتنية لبات عن أبي عبد الله عبد الله أبي سبحانه وري جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. جابر حبضن بالغو يقنا ما له عام كي هي وحكمده إنه يهي من المكثرين رجع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بضن نوس النقلية ودحال كان عنها يحض هاي سنة نوكي أنو كمدي هاي تنكوبات تنلبات صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجك النبي سوى حجي نن كجح هيلر وانتو كجور رمي كجور رمي وحديث كسر نقلي ويريه تنلبات ويان تنسدحات من قبض عجيب أيوليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبض صحيح هيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركو أحد دجال كلا جلي وعبد الله ابن حرام أبيه لودي لي أحد عبد الله ابن حرامنا سيد لودي لي سير لبضنا هيدو الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دلين
iyagii ayaa u maleeyay inuu gaal yahay in odayn uu aha sidii ay ku dileen abi abi asagoo loo halka taagan maxaa ka walaalaysay arinta ayda dad baa u dhigtay jaabir nabigana inuu diyadiisa bixiyo ayuu go'aan qaatay kadibna diyadiisa wuxuu ku sadaqaystay muslimiinta ku sadaqaystay taas min qabowayna ahayd runtii radiyallahu ta'ala anhu arda tan labaad oo nafsi alxaajid ka dhacday wiil yar dhalinyaro ahaa isagoo marka yara cataraysan oo isku yara hagaagan ayaa nabigana calayhi salaatu wasalaam arkay markaasa wuxuu yidhi jaabirow ma waxbad saan dhahda ma guursatay macnaheeda markaasa wuxuu yidhi nacam markaasa maxaad guursatay uu sheegay islaan garoob ahaan guursaday markaasa wuxuu nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalaam maxaad gabar yar u guursan weyd gabadhaas oo bikra ah bikaaraan ragga dee maxamed alaabata cilmiga baabkaas marka la gala hays ilaaliyeene ee cashirka laga carara hallaa bikran had gabar yar u guursan weyd tulaacibuka wa tulaacibuha alla ciyaarta kulana ciyaarta wa tadaacibuka tadaacibuha aada fara ciyaartaan kaftantaan muxuu ah waa kada markaasa nabigu wuxuu sheegay sallallahu calayhi waali wasalam inuu xikmad weyn darteed u guursan waay raaxadiisii iyo boodboodkiisii xaq u dhigay islaantan weyna hooyadii ku dhow wuxuu guursaday wuxuu yidhi nabi allah aabahi waa tii u dhintay wuxuuna ka tagay ilaa sagaal gabdhood gabdhaha iyaga marka gabar iyaga la foodlay la daa inaan u keeno kadibna ay isjiidaan ayaan ka baqay sidaa darteed islaam weyno marka fahmi karta oo u shanlaysa oo waxa weeyaan dharka u hagaajisa oo isku aadisa hooyuu noqotaan keenay nabiga aada buu u farxay sallallahu calayhi waali wasalam arrintay ugu ducoyay waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah marka oo ayadna daba taalla nafsa alqisa nabigeena sallallahu calayhi waali wasalam markuu muxuu ahaa qazat alaxzaab ama khandaq ay dhacday oo id jaa'uukum min fawqikum min asfala minkum ay zaaqat alabsaar wa balagat alquluub alxanaajir watadunnuuna billahi dunuun xaalad khatar ay gaartay oo dhan walba toban kun oo ciidan ahaa magaalada madiina sa waxaa weeyaan u hararaysay i hararaysay xaaladii khatar bay noqotay baahi iyo qabow iyo waxaa weeyaan cabsi iyo yaraan iyo kabala-aan iyo dhar la-aan iyo dhib badan baa jiray madiinana qabowgeeda qabow la mid ah in la arko aada u adag oo haddii aad gacmaha xataa gloves gashato ood qufaasayn waxaan ay dhahaan aad dhar adag xirato afka duubata wax walba samaysa dhinacyaha iska maraysa waxyaabaha wax kululeeya waxba kuma taraaya waqtiga qabow markuu yimaado oo wadili guri aad ku jirta oo aad baqaysaa inaad nafta ka dhacdo waqtigaasoo kale la joogay ayaama albard washitaa kadibna baahina aad bay u taalay nabigana sallallahu calayhi waali wasalam daahara bayna thalaati axjaar saddex dhagax caloosha u saartay gaajo darteed inuu dhabarka soo dhaco ka baqaya sallallahu calayhi waali wasalam marka arrintii uu arkay jaabir kadibna wuxuu sameeyey islaantii u tagay arrintii uu sheegay waxay tiri marka waxaad samaynaysaa waxar yaroo boodjooga oo aada u weyneen iyo hal kiilo oo kale ama hal saac ama suus waxaa tidhahdaba oo waxaa weeyaan raashiina ayaa meesha yeelay oo qamadi ah kadibna tii ay shiiday neefkii rayna waa la bireeyey waxay tiri nabiga dhowr qof saddex meelaha u yeel hanay ugu fadaaxeen ummaddii nabiga sallallahu calayhi waali wasalam marka arrinta la gaarsiiyey wuu dhawaaqay wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina jaabiran sanaca lakum su'ran fahlumu jaabir wuxuu idiin sameeyey martiqaadi hala soo baxda wadaad xagaa jooga waxaa la dhihi jiray xaab lagama qabto sinjir lagama qabto khatara lagu jiraa marka iyada xaalad culus wa nabi maxamed sallallahu calayhi waali wasalam ay caloosha waxay u saaran saddex dhagax marka inuu intuu keligiis taga halkaas kusoo cuntay milata inuu nabiga eriyala sallallahu calayhi waali wasalam raggiisana ay saa yihiin ka yaabin kalla kadibna jaabir raggii hor qabtay ummaddii waa la qulqulay kun iyo afar boqol taqriiban ay le-ekahay raggii meesha goobta ayda joog bas waa la qulqulay meeshiiya muxuu ahaa lagu wada shumay jaabirna hor orday marka dardaarankiina waa ka baqaya moogta islaanta markay aragtay waa afkay subxaana allah markay ku qaylisay wuxuu yidhi nabiga waan u sheegay bas waxay tiri haddaad nabiga u sheegtay arrinta dhib ma laha sidii darteed marka muxuu ahaa nabiga sal allahu calayhi wasalam ilaahay buu baryay uu ku tufay hilibkii iyo macal khubsigii kadibna gabdho badan baa loo yeeray kun iyo afarta boqoloo qofaa nin walba wuxuu ka dhargay khubsi ama roti waxaa tidhahdaba iyo canjeero iyo wuxuu ka dhargay hilib iyo maraq ka dhargay marka jaabir waa ninkaas radia allahu tacala anhu arda an abi cabdillahi jaabir bin cabdillahi alansaari radia allahu anhuma ana rajula nin baa sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya nabiga sala allahu calayhi waali wasalam nabiga ayuu weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi araayta nabi allow bal ka waran idaa sallaytu lmaktuubaat salaadaha faradka haddii aan dunkada aw wasumtu ramadaana bisha ramadaana aan sooma aw axlaltu aan xalaalaysto alxalaala xalaasha aan xalaalaysto aw waxaramtu aan xaraam ka dhigo alxaraama xaraamtana aan xaraam ka dhigo oon xaram yeelo aw walam azid calaa dalika aanan ku biirinin oon ku kordhinin calaa dalika arrinka isagaana shay-an waxna aan ku kordhinin aadkhulu ljannata jannada alla ma gelayaa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam nacam ha jannada alla waad gelaysaa rawaahu muslim
الإمام النووي أيام مركب فسره وحلي ومعنى حرمت الحرام حرمت أن حرم محلول جدا اجتنبته حرمت أن كفقد ومعنى أحللت الحلالنا فعلته إن حلاشي أن سمي الله إماذا معتقدا أنه اعتقاسا حله هنا يمحوها حلالت أنه اعتقاسا ساس يكوف السري حديث كان عكشة كينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نوي ديي نبينا ويديني عليه الصلاة والسلام هدي أن صلاة فرض كلا إماذا شن صلاة صوم كي فرض كينا الله إماذا أن حرام كفه قادم حلالنا أن محوها استعماله جنة الله مكو قليا نبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا وحيري هدي أنت أيضا سميسة جنة واتقليسة جنة واتقليسة وحلم ده هدي قفك ليير هذا زوجتك فلانة بنت فلان كذا 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 أقبلت نكاحها ويرى هذا قبلت حتى تزدل فريست أنت تزدل فريست يصح الله ويصح يصح يصح ها صح وان صح يصح مركة عصا إلا متى مركة النبي الله هدي انت عصا من جنة ما قال يا نعم وان قلي وات قلي لكن علماء وحن كاحي وحي حي سميان قفكي سي يقول تأكيديا وحي يتسو أخري الله وحي يتسو أخري وحي يتسو أخري وحاوة كذا وحي مهارك وحي يشيغ يا كدبنا قبلت أو دمينيسا لكن هدي تي انت لقد تقنت وانت لا شيغ كدبنا قبلت نكاحها وقبلت إلى هذا خلاص فوكاس بوتوس مركة تاسو النبي عليه الصلاة والسلام لا بقى إشكال بقى مركي مانيس إشكال كوبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكا موسى شاقين نينكي زكا موسى شاقين النبي قال محوها شرطة كما ديقين طلبان حل ما شاقين أكلان إسلام كوا تن كوبات حاجك وحا ديع كرتا إنو مركة أيضا على فرد يالين إن على فرد يالين با ديع كرتا بشي سنة كساقالات أما طبعا هذا على فرد يالين زكذنا وحاويا قفك وحرمت الحرام قفك مركو محوها وحاران كديقو زكاد إن لقتك وحرمت الحرام يسو قليس إليه تاسوا قضبك الكوبات قضبك الله بالتفسير كحديثك الإمام النووي وحكوف السري إن قفك وحلاش صميه إساقا ومحو اعتقاسا إلي حلالت لكن مع الناس وحكا قدوين سيد محققين إن بدنا إشيقيا قفك إنو حران ودن حرام ويرا هذا حلال ودن وحلال ويرا اعتقاد كاس قفك أي أساس هلي إن هذا ديك اشتميسا هدا بيسو ودوناجي يحلاش اللجوء قلادي الله إما دوا باب ذنب حرامتي إن أتكفقت هو باب ذنب لكن وحكاه الرأي لا بضوا إن اعتقاد سه أن الحرام حرام وأن الحلال حلال اعتقاد تذكر الرأي هدي حتى حرامتي أتكفقت لكن أذن عقيدة سنين حرامتي حرامتي سلام ما حكي مريسا مسعونيس حلاش هدي الله إما نيس أون أمي سنت إن حلال هين إلى هينو بالله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا حق عم تاج مجرد قفك بحربا ومسموح ويا إن شاء الله قفك مسقول وبهذا قفك وبهذا محوها ويس وبهذا استئذان مجرد فصل مجرد لكن وزاكم الله خيرا نعم مركا معنى هذا نوع عصويا مركا اعتقادك سجود هريد أياك جذوين إليهين وحقين رحمهم الله جميعا الحديث 23 حديث كلمات نسدحات عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يقدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم حديثك لباطنية سدحات عن أبي مالك المالك أبيه حلق وريي الحارث بن عاصم أها رضي الله عنه قال وحويري أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحويري الطهور طهر قاض شطر شطر الإيمان إيمان كالنس كي سويات والحمد لله الحمد لله أريقاس إلهي بما هلا نعم تملأ الميزان ميزان كأي حسنات كأي بوحنيسة وسبحان الله إي والحمد لله سبحان الله إلهي بما حمان وطن كنزهن إي والحمد لله إلهي بما هذا وطن اسكلا تملأان الله وضع صور الاسكدر يحيب بوحيان وحيب بوحنيان أو تملأ وحيب بوحنيسة
ما بين السماء والأرض الرضي السماء أنت أقول حيث أنت نقول أذن ماها الرضي السماء ضم أنت أقول حيث يقول حنيسة والصلاة صلاة دنا نور وإفتين أدوين والصدقة صدقة دنا برهان ودليل يحج أدوين والصبر إفتين والصبر صبر كان ضياء وإفتين وين أنا كليل وات كليل ولا صعود والقرآن القرآن كان حجة لك أضي أيكوي هاي ضاد أذو كود ضاد حجة حجة أيكوي هاي أذو كود ضاد يا أذو لوير كوي هاي حجة لك أذى أيكوي هاي حجة يضاد أيكوي هاي أو عليك أما أذى أيكوي محوها مرقات فريا أذى أيكوي أذين يا كل الناس ذاتك دمانتهن يقدو ويكلها يا نمو البوكلها يا كل الناس يغدو وكلها يا فبائع نفسه نمول بنفسه إيب جينيا فمعتقها يمت نارك حريه وإلهي سبحانه وتعالى كئيبيه أو موبقها مد هلاقة أو كئيبية إبليس اللعين لبض أسقيبوت أيضك وكلا بحيان أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم حديث كان إمام مسلم يا ولي وأدر كيسان الإمام النووي عليه رحمة الله ولي شرط قيسي أيو كنت أغنية بابكي ونوبلا قادوا إن بضن وحديثة كم إذا بخاري مسلم أي سو ساران بابكي سيدي أيو كنت أغنية رحمه الله ورحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى مركا مسائل باكو جرت ماشا مسألة كوبات النبي صلى الله عليه وسلم وحليه وصلى الله عليه وآله وسلم وحليه الطهور الطهور ماها الطهور طهورك وحويا وبيه لغوسي سنة الماء المطهر به أما التراب مركا لك ذا وطوء ليرا هذا طهورنا وعمل يدي وشقدي ويسق هذا شدي وطهرق هذا شدي طهورتي مركا وإيمانك نسكس إيمانك نسكس لما معنى أي أقول راجع سنة معنى ذا لغوشي معناها كوبات وحويا واسد عادقة إن إيمانك لو لجد صلاة وطهور ويسق هذا شر شطر الإيمان صلاة نسكي ذا ويا أما جزء أما قبل كمد أوين معناه سوية ومعناه يراه وصيه لكن معناها كوين والله بات وحوية هاي الطهور اسنذيف انت شطر الإيمان إيمانك نسكس أبا قيب كمد أوين اسنذيف انت مركع يضع والتوحيدك والشرك والله مقوقو في الله طور تاس يضع أيا مركع أيا وحويان إن بذن ومحققين أي شيء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمر يا لوسي يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فهجر وهكذا مرك اللبض أسمعنا يا لوسي والعلم عند الله كان راجعا طلبات ذكرك الله منزلة إباسك وجوه وأتقرني سان عليك أوليها إن أذ الحمد لله أنت ترى ذا كذبنا ميزانك اللبوب وحيه سبحان الله والحمد لله لسكت دراني قد ابن أي سمادي أرض أنه حيث حسناتي أجر عيكو جمعيان أي نوح فضد معها تنسى دحات صلاة ونور يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا آيات آيات كمرو قبضا رنتي قفك وومر قبضا قفك نور آن انهلين وانا دونك نور قادر لمارك جنة دي واتن نار تنوات تدكي مؤمنين تها ومسلمين تها نور بعد الله سينا سبحانه وتعالى صلاة أو نور ريسة أماكن وضوء والسجود والعبادة كلها أي نور نور زيادة لسينا كو أنه وحوى الدم كذبنا وقال لك تقي قف دي قرقورنا يقف سعودة حقا لك هذه ودواقع يا مرك انظرونا نقتبس من نوركم وردب نوسه يرى إيقا نور كينا يفتين كينا وحونا كو عرقنا هل كاسي كدواقع ومرك أدوين حقيقة لبقف اسكو قرحها اسكو دائها سكوم عقلها قفنا ومحوها مجدي دحها بقى قفنا محوها النعمة اسك تلا بينا مرة كان لقيا بينه دوله والنعمة وين رنتي مرة وانا مرد بن مكلا فيري مرة صلاتنا والنور ولي بس صلاتنا لقى هلا فرض كا ولا صوت شيء ونوافل السنن سنين كبر قيام الليل كا صلاة الأوابين ضحاها صلوات الرواتب تا ودبر الصلوات وكأما إلى ذلك صلوات كسويا السنن المطلقة النبي صلى الله عليه وسلم مركو سفر كجرة وقد قرن إنسان
sunan iska xitaa raaxilada u saaray ku sunaysan jiray Cali sallallahu alayhi wasallam nurka sal raadinaya marka taana iyadana waa muhiim sadaqadana waa daliil qofka inuu xoolahiisa bixiyo waa dhibaysa wa tuhibuna almala hubban jamal marku hal milyan qof u bixina ama u yira masjid ka ma dhisaya daliil waxa uu tinu iman leey shaki malaha wa daliil ibrahim cadayna inuu qofkaas muumin yahay sabarkana waa iftiin iftiinka marka iftiin caadima waa iftiin uu ku jira kulayl لأن صبرك وحمع الله صبري صبر ما إيمانه من فراغ من العلم يصبر كإيمان يا ماي صبرك وين حواه وليس أجره وين لبات أجرت مرك صبرك أنا وحويا كليل بالأجر وافتينك وكليلك يصاحبه تصاحبه حرارة قرآن كنا حجة لك وعليك قرآن كوا الله حباري فضل الله عز وجل ضد بضم بحبار صار إله بكم هذا مدير ولا صورة في قهرة قرآن كت حليه جل قال فلان يا قرآن كفي عن أو قبل الله صدق بيد بقيه agar ka sa quraanka aad ugu fiican jireen raaxan weyn ha loo doonto quraanka leh jiray soo saameen haddana maanta waxa weeyaan alxamdulillaah waa qolo walba quraanki waa maxay way qanan ilaahay baa nafaafi waliba iyaga tajwiidka aad ashagu maahin adaagis iyo wali sadu walu toosi cod wanaagsan oo hakada niam laakiin su'aash iswaydiin u baahan waxay tahay hal yakoon lana xujja u aleena su'aasha sa in marka aad iswaydiin hadda meel baan gaarnaa alxamdulillaah quraanka waa la xafidiyay إلهي باكما سبحانه وتعالى جهد بدن على قبحنا بقول الله المدارس لنا هاي لكن إني سويدي ويا هل يكون حجة لنا أو علينا أنت بس سؤالش ما كوين قف والب القرآن كإلهي وحكي قانا ويسويدي والقرآن كان هذا على آخر ناس أو مدي أي كبرتي وأما ذيك أنت نفط على بتقانا حج كنا قندنا أذو محوها كدفاع دونا مثل أذو كدعوين دونا لا بدرس شكل ما لهن القرآن كمثل مارس لحد ما مراي حكود دعوين كرا وتقرن كرتا إن هذا كعمل فلي إن هذا إلهي درتي ولي جدي إن هذا المعاني يسبرن إن هذا ذكاء ذنبرين إن الحق يسجدني يكون دعوين كرا حاد محاه يكون نقوم كرا محاه مركا ثانا أيضا أخي إخواني وأخي مهمة نفطنا صلاة البالك الله كله تانك مركا وإن مركا إلهي لسكيبي سبحانه وتعالى الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم حديث كان وحديث كأفرية لباتنات وأنا حديث يرادير هذا إن شاء الله عز وجل شرح سكمر إيراندون معاني ديتنا واسكعد هاي واسسارينا إن شاء الله عز وجل لكن هل شيء يا أباه إن شاء الله سعلا أنك أقارنه تأيضا حديثك وحديث قدسية أنك وحنقنا قرآن حديثنا بيانا ونقنا صلى الله عليه وآله وسلم ومعروف لكن وحاسد حياء الحديث القدسية وحديث إله سبحانه وتعالى لو تيريه أولا يرى هذا وهذا الله أوليه وحديث إله لو تيرينا سبحانه وتعالى قرآن كان وهذا لك الله سبحانه وتعالى وحمهيمة إن لا أقاد مركا فرقي قول حياء الحديث القدسية هي قرآن كالله سبحانه هي كلام كالله سبحانه وتعالى حديث قدسي هي آياتها قرآن كأما بامحوها هي قرآن كريم كأ حيكون كلا دوينهن قرآن كاللفظ هي معناها إلهي بأس كالله سبحانه وتعالى حديث قدسي أنا سيدة راجحة معناها إلهي بأس كالله سبحانه وتعالى لكن لفظ حيسكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبات الآيات القرآنية أما قرآن كريم كأ وإله سبحانه وتعالى كلام جيسه معجزة لفظ جيسه معجزة تحدى به البشر ومعجزة ويان أقفل إيمانك لماك
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما حديث القدسي معجز ما هاني لفظي هان معجز ما هاني تنكل الفاظ قرآن كوالوع بديثة قف كهدا دوسم ولقيس حبك أقول عربي دوسم كأقول قرآن كوآخر أجر وكذا شك ما لها. لكن الحديث القدسية ساسمها إلا إن أذكرتها موين أذكرت أيضا الفاظ ذا اللقوم حواها متعبدة بألفاظها أذكرت الدعوات كسوغا النبي صلى الله عليه وسلم أما هنقطة استغل هالشيغو أما با حديث قدسي أقول الله أيضا الوعي باديسان لكن وحي كسوهري وحديث عادي قال الوعي باديست مارك فاوريك نوع عصوبة أيهود حيوية أحديث القدسي قد دي كتاب لقو جمعيه قف محواه جنوبة إنو قبته إشكال مرها سيدا راجحة. لكن أما قف عن متطهرهين لكن قرآن كريم كما يلا ما قبان كرا وهكذا مارك فاوريك دا صنع عصوبة حيثان وقانوه مهم قارك كرا فاوريك كرا كبدا والقليا لكن انتو مهم سوى الناس. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وحلق وريي عن النبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما شيء يرويه كورنا عن ربه ربي عز وجل عز غالب هاي أما عز هلي وجل ويناي أنه ربي قال وحير يا عبادي أدوم هيجي وإني أنيقا حرمت وحان حرام كدقي الظلم ظلمك إن لسكر دهروضة على نفسي نفتي إذا محوها أن حرام كدقي ونفتي إذا أديدي وجعلته حكي لبينكم لحدنا محرما مت حراما كدقي إيه ثلاثة ظالموها ظلمنا أنا جينا واحد ظلمين نفتي إذا واحد ظلمسه ونديدي أذن كان إسرائيل واحد ظلمنا يا عبادي أدوم هيجيو كلكم أن من تنظل وبعضياتهم إلا من هديت وقفت عن هنوني موين فاستهدوني هنوني ويديست أهديكم أن هنوني قف والبهداء بهني اهدنا الصراط المستقيم إن أنا بهن وحدري له الصراط كستا وحلين اهدنا الصراط المستقيم نعم ودعاء نعم أهديكم يا عبادي أدوم هيجيو كلكم أن من تنجاي وبهنتين إلا من أطعمت وقفت عن قضية موين فاستطعموني يقود طلبة وإن أنا قضية ويديست أطعمكم أيضا قودين أياه يا عبادي أدومه يجيو كلكم أمانتين عار واتقاونتين إلا من كسوت قفأن هويي ونر أريسي مؤينة واتقاونتين فاستك سوني يقهو إن طلب أقصكم أيضا هوين أياه حاوين قفك السقوم حواها قاون أيضا شاه ضرك يا كسي من أعطاك الله عز وجل يا عبادي أدوم هيكم إنك عليك تخطئون وتكفيسان بالليل هبينك والنهار ما ننتم وأنا أغفر وحان رافا الذنوب الدنبيالك جميعا دمان توتوان رافا دنبيو بان أنا راف عدكالو دنبي دافكر ترمارك أنيقا إياك عانتك وهي الدنبي قادر بان أنا رافكر فاستغفروني دنبي دافئ ويديست أغفر لكم أيدين رافايا إلهي والدنبي قيك كي وينا إيكيرا إضاف هلمر الله قاتور ونعمة يا عبادي أدوم هيكم إنكم عليك لن تبلغوا مجارك تنظري لبكي مجاركتان أنا يا ربي سبحانه وتعالى لبكي مجاركتان أو فتضروني أدي لبتان مجاركتان هذه هي الاستماعتان حتى لمانتين ولن تبلغوا مجاركتان نفعي إن احترتان واحترتان كي مجاركتان أو فتنفعوني أدو احترتان مركا سورة قلمها يا عبادي أدوم هيجيو لو أن أولكم كين إذن كوكوه الرئي وآخركم كين إذن كوكو الدنبي كي إن كوكو الرئي والنبي آدم عليه السلام وإنسكم كي ودمين وقف قيام لك دول عيس وإنسكم إنسجين وجنكم جن جينا وجن وإنسكم إنسجين وجنكم جن جينا كانوا هذه أهلين على أتقى قلب رجل واحد على أتقى قلب رجل نن ك عبسدة بدل على أتقى قلب رجل قلبك وقع عبسدة بدل ننك إسكالا هدو أي أهان هدي أي أهان لهين أو واحد مد أو منك ما ننك إذن كمدا هدي أي أمام وضع أهان لهين إنت أساس هدي أي حالة دولة كسي فيسنان لهين ما زاد ذلك إي مبيريين أرنك أساق في ملكي كمبيريين شيئا وحكومة ترين ويان هبا يراتين نعم معناها مكعليا بل آده اللورد أو رمك حلق يابا إن إستارك ويرات كاذا نعم لو أن أولكم كن ذنك جهري وآخر آخركم آخركم كن ذنك قدم بي وإنسكم إنسجين وجنكم جنجين كانوا هدية على أتقى قلب رجل قلبي عبس ذكر وعبس بدن
على أتقى قلب رجل من قلبه كان وقف سبادر هذه أيها الله أو ننك إذا معناه معنا وحوي هاي قفك قلبه وقف سبادر أمدى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كلي أو أمدى كمدة هذه أيضا ما أنساس وضع الله هاي معناه سبادر معناه ونعاس على أتقى قلب رجل قلب عفسد أو نل لي هاي كان وقف سبادر هذه أي قلب قوض وضع الله قلبك أو نل لي هاي ننك أسؤالين كذن كمدة رجل نن أو منك ما نن كذن كمدة هيس ما زاد مكر ليان ذلك أرنك أساك في ملك بغرطة إذن شيء شيء يا عبادي أدوم هيجي ولو أن أولكم كين ذنك وهو الرئي إيو آخركم كين ذنك ودن بي إيو إنسكم إنس جين إيو جنكم جن جين كانوا هدي أهلين على أفجر قلب رجل نن قلبي جيس كان وحمان بضن أو قدن بيك بضن أو واحد مد أو منكم أنك إن كمدة ما نقص من نقصاميا أو كما يريان ذلك أرنك أسقى من ملكي بقرت وإذا إذا دم بقاس هي حمانة هي قلب حمناس شيء وحنا كما ترين وين وحنا كما ترين يا عبادي أدوم هيك يوم لو أن أولكم كين إنك جهر إنك جهر إيو آخركم كين إنك قدم بي إيو إنسكم إنس جين إيو جنكم جن جينا قاموا هدي استأجرهم في صعيد بنان أو واحد برنان كاسو كليا هل ميل اي ودا استاغيل هاين او فسالوني كدبنا اي ويديسين لهاين نمول با اي ويديست او فاعطيت انسيا كل واحد من الاركو واحد مسالته في ويديست انسين لها ما نقص ذلك كما نقصاميين مما عندي خزائن تيد وخي كسغن اي مخوها ملكي بقورتو ايد وخا غعمت كو هاي كما نقصاميين الا كما ينقص سدو ونص قاميه المخيط اربطك اربط اذا مخيط حال يرادا اربط خاصه انه واحد لو تلا يا ليرادا على موزن مفعل ويان مخيط واسمح لو تلا اذا ادخل البحر بده هدي لا قليل ما هي كسو قاد كرتا مخا اربطس هبه شيغين با سا سو كلو باي مخا كان نستعمل له وحو كبا ترتين ويان هدي دمان نول بو وحي ويدي سانسي او نين ويدي سادوني اخر او قف ويدي استمال وحك سو دحي كار او اولاد ويدي است او مخوها وحول بقوي ويدي سوح ماذا حدك صدعي كرا بني آدم أو محوها حتى كتامي كرا كدبنا أنسي بقور تايدي دو حكما نسقى مسين وحي أنك عمتك هاي وخزائن تايدي دو حكما نسقى مسين ساسو لربنا سبحانه وتعالى يا عبادي أدومهي قيو إنك إنما هي إنما هي تنيتو أما تاسيتو أعمالكم وأعماشيني أحصيها وإذين كوبيا وإذين أرونيا وإذين إلالينا يا لكم أذنك يا نذين أرونا يا ونذين كوبيا ثم أوفيكم إياها وإذين أوفينا يا وإذين سينا يا وإذين كعب المرنا يا إياها إيذا يا كعب المرنا يا عملك وإذين أروريي وإذين حفدي وإذين إلالي كدمنا وإذين كعب المرنا يا فما وجد خيرا قفك خير مرك لكلما وجنة آخرها الأدون وناكوها لو عمل كيس إلهي وناكسيه فليحمد الله اللهكم هذه سبحانه وتعالى لكن أصلك فما وجد خيرا تاس انت بضم وحي ودعي ساء آخر ذي جنة ذي يا عذابك ولا قبض بعد قبرك أو محوان لا قبض بعد وهكذا قيامتي أو حويان عرسات كذي بنا استاج كذي لا قبض بعد لب كذي قرحة ذي لا قبض بعد وكراس نور رسول لقى قف كمرك إنتس إله أوصية فليحمد الله الله كم هذه ومن وجد غير ذلك إنتس إن النهين أو لب كي آخر لا كل ما قبرك لا قبض بعد إلى محوان نار تلا جر عيادا بالله فلا يلومن يوسن أذين إلا نفسه نفتي سموين قد كل يوسن أذين يداك أو كتا وفوق نفخ نعم رواه مسلم حديث كان إمام مسلم يا وريي الحديث 25 حديث كشان إلى باتنات واندهني لكن إن شاء الله مبسينينا عن أبي ذر وحلوى رضي الله تعالى عنهما عنه أيضا أبي ذر ذكر حديث نوسى وريي بعد وجدين أن الناس رك إدت ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بعض أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم حديث كاشان إلى باطنات عن أبي ذر وحلق وريي
رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا رجئ ذات ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كصحابي كمدا قالوا حيرادين قالوا حيرادين للنبي النبي حبيرا صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله رسولك الله ذهب وحيلتكين أهل الدثور ذاتك حولها بضن لها بالأجور أجر ربنا رقا صلى الله عليه وسلم أنك أجر الله نقول عليه يصلون كما نصلي ثانتك نوتك ذا يصلون ويتكنا كما نصلي ثانتك ويصومون ويصومين كما نصوم سنصوم ويصومين فرضها النقض أما صومها النقض عشورا ما أنت فقير يتاجر ولو كردونه وما يقول الله صومين قف أنا حتى أفره لكر يقف بلايين هاي سؤال صومين بفضل الله عز وجل ويتصدقون بفضول أموالهم مال كودي ديري هاينا ويصدق أي سنين قالوا حجري أوليس ميين أهين قد جعل الله لكم رب مدو إذين يلي لكم عدنك ما تصدقون بي واحد صدقيستان إلهي سو إذين مسمين إلهي با إذين دياري إن بكل تسبيحة سبحان الله كستبع صدقة ما صدقة فانسو الشيخ نوانا قيد هذا مرة وكل تكبيرة الله أكبر لأركنا وصدقة مصدقة وكل تحميدة الحمد لله لأركنا صدقة وصدقة وكل تهليلة لا إله إلا الله لأركنا صدقة وصدقة وأمر بالمعروف وناجي أول إسفرة صدقة وصدقة ونهي عن منكر منكر كل إسكر ريبه صدقة وصدقة وفي بضع أحدكم جماعة يقل ماذا أقل ماذا قفك حاس كيسنا صدقة وصدقة بضعك لما معنى يا ولية وفرجك إيو جماعة لبضع اسمعنا لبضعنا اسمعنا لما يتقيا قفك إنو محاي جماعة حلالة سمايو حاوسك صدقة قالوا حيلة ذلك يا بادعي يا رسول الله يو أياتي أحدنا متك مجا محو اتقيا شهوته شهوة ديسي إيه مرديسي إذن تيسي أساق أوربي أيات فشنيا كو ويكون له فيها أجر ويكون له فيها أجر كدمنا أجر يطيليا وحلالي يا بوا قالوا على استفهام سؤالي ويدي النبي صلى الله عليه وسلم إنو قفك وحي كالقراني لكن قفك إنو محو أساق راحة دونس راحة دين أجر لقسي سيت عرفت أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم بالكور رمى لو وضعها في حرام بضع جيسة دوم حرام كنت كريد لها بالكور رمى أو كنت جن لها أكان عليه وزر دم بما كل لها ما ولا يل وبلا ورك لم يل ولي بدي وحا جلدي إلا جلده أما الرجم يمحوها القاس كل لها لا بأس كمد فكذلك ساس وكله إذا وضعها في الحلال حلالها دوم حوها كنت جيه وحلال أوتك وحا سكيس حلاشها كان له أجر أجر يا كسوك الحديث كان معاني بدن وحبار سيهاي معاني سوى حاقو مهم سن وكمدة فضلك أذكارت أي لا ذهي معاني ذو حمبار سن وحاكمدة وناك أوليس فراء محوها معناها عليس أوليه وحمانت أوليس كريبه كذلك قفك إنو محوها شياه عاداتك عادات أو طمينيس أما عونها النقطة أما عبيتانها النقطة أما قلمها النقطة أما يعني وهكذا حتى بركة الحرنيس فرددها النقطة قفك إنو محوها أجر كهيلك لها دو أني يدو تقوي بالعبادة هذا مثلا لنك قال ماذا سمعنا يا حسام أما قفتي إعفاف إنه نفتيس الأورا حركة الأورا أما حاس كيس وحمانك الأورا أما إلهي بنينت وبنيي وما إلى ذلك إيه أغاد أغاد تربضا أما تحصيل الولد إنه ولد صالح ويدعو له وماشي كينه إلهي صواب أوليك وهكذا مركة معاني داس قفك إنه محوان وليس المامي وقفك وفرددييس سوجود كيسة وعنيتان كيسة وقلني يوضا محوان إنه أجر بضا كوهلا كان أيضا وحيابا لسكو الآفة أيضا ما الوظف ليه حديث كلابات إلى حد الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم الحديث 26 حديث 30 إلى حد عن أبي هريرة وحال قوري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله رسولك الوحير صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة حمل أركة ومن الناس دتك إلهي أسيي حمنك استوقفك قتال عليه دشيس حمنتا وحاءها أما حمنك وحاءها صدقة صدقة يا لقربه كل يوم ما نلقى وتطلع فيه شمس قرحة أي صدق صباح ضي بض سوترها تعدلوا عاد اللي ما أدرسه ما يصير بين اثنين لما بقف قد كلا حكمته قد أحد حادثه صدقة صدقة كوسكن
وتعين الرجل قفك ذوك المس في دابته وحفولاي أما بابور هالنقطة أما فرس هالنقطة أما هالنقطة محوها وما إلى ذلك ذوك المسون فتحمل له عليها أتكحن بارتو واجيس وعريان وما إلى ذلك ما فولي كم أما أتكحن بارتو استجي مك ذوك المسون فولا أو ترفع له أذو قادو عليها دش هذا متاعه متاع علبته وتي وصارته صدقة صدقة أي كوسو ويان والكلمة الطيبة هذا الكون أكسنا صدقة صدقة كوسو صدقة هذا الكون أكسنا الكلمة الطيبة أنا كلمة طيبة إن بدن حلاقة بقين أذوه المام لكن ده كان عربت ورقة إسلام كولي قد إسكيسو الحجري حتى قفك فاسق أسقوه الدين أن كنت وصلنا إسكا قابدرا أي وحي إسكي يقالنا كلمة طيبة هي تحكم إذا صالحان قفك هدي إسكو حناقا وفير أي كجارتو حالات أتكاتو سوى فيرا وحلاقة بينه إلى هذا الله يديك فيرا وكوة وانا محود عينا وحلاقة الله يديك وكلمة طيبة من كان حمان وكسي مهي من كان فيرا وكوة وكقد عينا عفا مركة كلمة طيبة والنعاس والكلمة الطيبة صدقة ويا وبكل خطوة تلابلك كالعركة والتمشيها تصعد إلى الصلاة الصلاة صدقة صدقة ويا وتميط الأذى دبكة وتكفر ويس عن الطريق جدك مسلمين إيه جود أهم جدك جود أهم بعد كفر دنا صدقة وصدقة تميت الأذى عن الطريق جدك ما كلام مرة ماشى إيوه أنتوا ده حيستول في ستريت تميت الأذى عن الطريق صدقة تيت الله وتضع الأذى على الطريق بحين غنيزة وخطر مال والبعضك يتبع يالك فلان يعني حقيقة وأخلاق الإسلام كوح مجانب تماما أدو فوق حتى البحني ماذا يقول ليها الشيغان حتى البحر ما حتى وقفت وحاد قاب دروا قف إنه ماس قب كيس كريدة مركز على ركيسة حتى وسقطن أر في ما دري بلاي كيني حاجة كبرك قارو حلاقي أو وسقط الله تورة لا مقال له تورة ماس قب كيس وكلا باشا نحوها قراها وكلا قب كيس وكلا وحلا كيس أيوة جديد كيل قف بكو يستاي خلاص الله رح يسقف كاس ربكو كجبيا لقطو كجبيا وبربريا إنه أنت حلاقي أو مركا أرنت أيضا وكلا درين حتى قشنك هكلا در مركا قف كيس سومر ماس وحاول يعني لزاما عليه إنه كقاعدة مش قف بقى كل ماني شك مالها قف بقى كوب وبربوري لب بضم بقى كإيماني مرك إيرات كقاعدة أو دس لفته أما لوك كقاعد أما قري كقاعد أما كعن تضرب كقاعد كذا قيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدك مركم حواها كوارك وسخ يوحي راس كعن تيس شريفة وبحوك جرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا سوى بحوك مرك أرين تأيد أنا تميت لا عن الطريق صدقة تنو أرين أنا لقى مرمين حديث كذا بيب الحديث السابع عشان حديث كلاباتي تضابط عن النواس ابن سبعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحير نبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن حديث كان ولا حديث أذكر لك من سارا هل حديث الإمام النووي كسوقاد عليه رحمة الله وحيث سارينا وأذكر معنا وحي كشكينا يا سمفلك سمفلك إيا وحوية هاي أي كشكينا يا لبد الحديث بقى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي نبي بن حكوري صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي بن حجر البر سما فلك حسن الخلق وطبع ورك والإثم دنبنا ما حكى وحي حقا أيا لنا في نفسك نفت هذا حقا يعني الشك الجليل وحي الشك الجليل نفت هذا أيا لنا دنبي أو كريهت أضنع ده أو جعلي سنين أن يطلع إني أركان عليه الناس دق إني أركان وحادا جعلانين أيا ليلة دم برواه مسلم إمام مسلم يا وري مركا هديئة بر ربته وناك ذات ربته معنى هذا وحيته والطبيعة وناك طبيعي وناك أنا بقي بوضوه متى هبين لحظة نفسه هذا لمن هذا هبين كي عشر كان عشر كوري وحان شاقني أفرق ضب الخلق الحسن وحان لهني كف الأذى وبدل الندى وصبر على الأذى و ها طلاقة الوجه أفرت أن كشجع. ثن مركوح كأساس حسن الخلق مع الرب تبارك وتعالى إلهي إن طبيعي لا يقول له
وأمرتيس الأرعاء نواهين لجربتهم حدوديس لا إلى اليوم مركا حسن الخلق مركا واتس ذنبي محوي مركا وح على وح شك قلي أرنا عدد كذا يكو أركان تاس يا لي هذا ويا لكن دتك لجها الله وقوة قف بنانك زينة التاجن قف بنانك عائلة التاجن قف بنانك حمال التاجن قف كأسرة قف بنانك تي في هذا إيه ويب سايت هذا التاجن قف كأسرة كل شيء كمجرن وحلاله جدا ناس الباقون على الفطرة المستحيون عن ربهم وعن الخلق كواس إلى الجنة نفط الشجرة وفطرة أنا هلا سنين وعاف ما تقبت كواس إلى الجنة ويا مرك وحي نفط هذا دي أتاتها في شق لي ويا لك قار كوان أي فطرة هلا وضي أوجدون أنت أيق لا عبرة بهم ولا معول عليهم حديث ككلا عن أبي وابسة وابس أبيه وحل عن وابسة وحلق وري ابن معبد رضي الله عنه قال وحير أتيت وأنا إمت رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وحير جئت أي أجئت موحد تمت تسأل أذوي دينا عن البر بر جوح الإيرامي إن أذوي دينا أتمت ما السؤال شاكو كانت ماشا الله بشهي بوعد ذكرته النبي إن الله شهي صلى الله عليه وسلم أما من الله الله بشهي ووحي هذا نقض أما بس حابني هالشيء أو شيء غيره هذا هنا وابس أقول السعد وحاس كوي دين رب الله شيء أما بق أن يتفرس فيه نبي قال سيدو أسع منك أنتو ساس ويا رمحونا درسه فيريو كدي منا أدرس أهان إنه دريم إنه ساس وحوي دين رب سينو كير فهمه الله بدو وادع كرته قلت حنا هوي وابس نعم نبي الله ها فقالوا حير استفت قلبك قلب هذا سؤال ويدي فتوى قلب هذا ويدي البر سما فلك مطمئنت إليه النفس نفته وحي كحس الشه أي بري نفط هذا وحي كحسش أيال إلى هذا بري أو أطمأن إليه القلب قلب قادر وكحسره كدقه أيال إلى بري والإثم ذنبنا وحال إلى ما حاك في النفس نفط هذا وحي شكل قليو أو كحق أو كرفاضية أو تقد قديس أو كعن موايد أيال إلى هذا إثمك ما حاك في النفس نفط وحي محوها شكل قليو أو تردد كل نغ نغض أو كل اللابطة في الصدر حبط كذا كل اللابطة أيال إلى هذا وإن أفتاك الناس وددك كوفة وذينا وهكو إلى هذين وحا ووح بنان ووح وناكسم ووح خير هكو دهينا وأفتوك ولبا وهكذا هكو سير رأينا فتوضاس سكس طالقو وشيقو وهلقو محوان هاي فوضي لكن وحكو عرس هذا أيالي إلى هذا إثم هركا برقنا وكاس وشيك حسلوني ذكينا حسلوني ذكينا وحاني ري وحالا في عبرضة أمقددك المحوان ها هوش أيضا للي هاي قلبي وانا هفي ريانا وددك سليم القلوب قلوب تضع عفمات أي فترة هذا مدى أنك سافسن حاك في صدرنا حيا بدر صار هذا شيء قليلا سورك هذا حيا بحال الدوبة أو كلا الصعدة حديث بدن أو واضحة أن الله بلهينا وحي عدينا يان إنه تصويرك حرامي لكن علماء واضح أن هذا سوي خلاف سنه قارو حيلين وح محرم قارو حيلين وح ظل إيه وحويان حرلس هاصلس وقبته معنوين كم اسمه قارو حيلين ومرايد وكلا ومرايد المحاسا ليين قارو حيلين ومحرم لكن وحنو سمينا ضوابط يوالا كلا سرساري أو حنو كسارينا محوها مقاصد الشريعة ما كلا إلى لنا أي مراتبتي مرتبة الضروريات أي مرتبة الحاجيات أي مرتبة التحسينيات أي نو كلا سارينا تصيرنا تقريبا راجحة تصير تقريبا راجحة مركا وحن كلا جدا مركا إن تصور مركا يسند عدون أو تلفون كهاجو وبقول الله صور جبدي المه وصحابتي وحوى مسجدك خطبتي خيرك شرطي وحول بقى هذا بريها ندي أدوات سب كفرنيا هذا قعدك ويديني ما بروح سوق لا مالها أدوات سب ندي أتوفر طب بقول الله حكون سوق لي بركة سوروا سكيس وحراني مركة وحيابها سكر وما يحك في الصدر وحقيقة وحيابها يكست الله شيء قلبي قاعد واحد سلينا لكن وحون هذا مهم كه وحيتاي وحيابها خير كل قلنا شريف ولا جمر مني سيد هذا آلات كانوا كله حيابها ضروري أو هذا كتاب بلشده يتأس تراه يروح لما يتكو كله وحيابها وحويان حاجيات ولا جمر مني باصبور كوكلا حاجيات ضرورياتكم مجر لكن مجر حاجيات وساس كوكلا حنفلا يا إشكال وين كمادي تاجنا لكن مدن ذكرياتك وبنان قبل بأسليس تاجنا هي طع ونقعد لا يجينا وح محو مردودة وكسر نقرأ إني جرين تأيدا حويان باب كذا دبها لو نور ما حاك في الصدري إني نقط وكرهت يا طلع علي الناس عرمين هذا باب كاس تذكرن بوالله فسخ من أنك سجى وكرهت يطلع علي الناس في التصوير فهو كسيون اسكحر من لكن ما حكى في صدري وحبا ذنب أتركه قدام بي ذاكم الأخيرا قال الشيخ شيخ وحيري وحول الجدا حديثك شيخ وريي قال الشيخ شيخ وحول الجدا محوى الإمام
النووي عليه رحمة الله حديث حسن وحديث حسن حديث كان دمك يور مسلم أوري رويناه وحنكو صوريني وانكو صوريني في مسندي الإمامين لبض إمام مسند كذا أحمد بن حنبل إيو الدارمي بإسناد حسن مسانيد إي سنن إي صحيحين إي وحويان مستخرجات إي أنواع بضم بوقيف سما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأليف كيسي اكتبه لك قريب مركضانا إن شاء الله تعالى كأغاندونا إن شاء الله عز وجل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى